هل أصبح عيد الميلاد مجرد عطلة للبيع والشراء؟ أم هناك أدلة تاريخية حقيقية ترمز لمعنى أعمق؟ تعالوا معنا في رحلتنا لنكتشف المعنى الحقيقي لقصة الميلاد. نواصل رحلة الميلاد من جبل الزيتون من مدينة أورشليم القدس. اليوم رح ننتقل إلى أماكن كثيرة، سواء في مدينة القدس أورشليم أو عين كارم حيث ولد يوحنا المعمدان، وأيضا في منطقة الهيكل رح نشوف نبوة سمعان الشيخ ونبوة حني بن فنوئيل عندما جاء يوسف ومريم ليقدموا الطفل يسوع في منطقة الهيكل. أنا بصلي الحلقة اليوم تكون بركة لحياتنا. أعزائي من منطقة قمران عند البحر الميت، بدي أتكلم عن مخطوطة إشعياء. في هذا الجزء رح أتكلم عن الفئات الدينية زمن المسيح، وطبعا لها دور مهم جدا، لكن أهم فئة هي الفريسيين والصدوقيين. طبعا بعد ما ولد المسيح في بيت لحم، مكتوب بعد 8 أيام كان لازم يختنوا الصبي، وهذه العادة ابتدأت من أيام إبراهيم كعلامة للعهد وأيضا ختم لهذا العهد أنه أصبح جزء من شعب الله. Mary's great song recorded in Luke where she says my soul magnifies the Lord and she alludes to prophets, prophecies and promises to the patriarchs. عاوز أتكلم عن ولادة المسيح الفريدة. هذه الولادة تتميز عن أي ولادة أخرى في التاريخ. هو الوحيد الإله الكامل والإنسان الكامل، وهذا ما نسميه سر التجسد. التجسد هي معجزة المعجزات، كيف أن الله يأتي ليتخذ جسد إنسان، وكل الهدف حتى يقدم خلاص. لو أننا قلنا إنه المسيح إنسان وجعل نفسه إله، هذا كفر وجحود، لكن الله يختار، لأنه القادر على كل شيء، يختار أن يتخذ جسد إنسان حتى يقدم خلاص. هذا طبعا يقودنا إلى العرفان والشكر لهذا الإله العظيم. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. الفداء هو عملية شراء بدفع الثمن، فالمسيح اشترانا لكي يحررنا من العبودية، لكي يفكنا من سلطان الخطية ومن سلطان الشيطان، حتى نكون أحرار، حتى نكون أولاد لله. جاء المسيح وقدم نفسه حتى يكون لك المدخل، الحضور إلى الرب. لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح.